وحول قضية التغيرات البيئية، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي أن المباحثات مع الرئيس الصربي تناولت جهود مصر في حشد المجتمع الدولي لمكافحة تغير المناخ. أعرب الرئيس السيسي عن تطلعه لمشاركة الرئيس الصربي في قمة المناخ العالمية في نوفمبر القادم بشرم الشيخ. وتناولت المباحثات أيضا جهود مصر في حشد المجتمع الدولي لمكافحة تغير المناخ، وهو ما انعكس في حرص مصر على استضافة قمة المناخ العالمية COP27 في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ، ونتطلع لمشاركة فخامة الرئيس فيها في سبيل المساهمة في وضع العالم على الطريق الصحيح نحو تحويل التعهدات والوعود إلى تنفيذ فعلي على الأرض. فخامة الرئيس، اسمحوا لي ختاما أن أعرب عن تقديري لضيافتكم الكريمة في بلدكم الصديق، والامتناني لفخامتكم بمنح وسام جمهورية صربيا، معربا عن تطلعي لأن تشهد الفترة القادمة مزيدا من التعاون والتنسيق بين مصر وصربيا بما يحقق الرخاء والازدهار لشعبين الصديقين، ويولد مزيدا من قوة الدفع للصداقة الممتدة التي تجمع بين شعبينا وبلدينا. We'll be right back.